السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في مفاجأة مدوية لخبطت حسابات جماهير الملاكمة، خبراء الملاكمة أو حتى من راهنوا على فوز جوشوا. الصلب الأوكراني أليكسندر أوسيك يسقط جوشوا في بلده وبين جماهيره في نزال يمكن اعتباره من أفضل نزالات الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة على الإطلاق. نزال ممتع من جميع الجوانب، استمتعنا بكل كبيرة وصغيرة في هذه المعركة الحقيقية. هذا المقطع سيكون تحليلا كذلك نظرة شاملة حول ما وقع في هذا النزال. تابعوا المقطع لآخره لمعرفة جميع التفاصيل. قبل البدء فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر ويراه أكبر عدد من محبي الملاكمة. أمام 60,000 متفرج بملعب توتنهام هوتسبير ببريطانيا جرى النزال المرتقب بين البريطاني أنتوني جوشوا والأوكراني أليكسندر أوسيك. النزال كان ينتظره الملايين حول العالم، نزال لم يكن متوقعا لكنه جاء بعد أن تم إلغاء نزال جوشوا وفيوري، وبذلك أصبح جوشوا في مواجهة أمام أوسيك الذي يبدو أنه قد منعه من مواجهة فيوري. ما سأقوله له علاقة قريبة من هذا الموضوع هو أن نزال جوشوا وفيوري هو ثاني أنحس نزال في التاريخ بعد نزال حبيب نورماغوميدوف وتوني فيرغسون في رياضة الفنون القتالية المختلطة. يبدو أننا سننتظر طويلا جدا. قبل النزال خبراء الملاكمة أدلوا بتصريحاتهم، لكن يبدو أن أغلبها لم ترشح ولو قليلا كفة أوسيك. الكل بسبب عملقة جوشوا وطوله وكذلك قوة لكماته قالوا بأنه ربما أوسيك قد يتراجع أو ربما قد يعتمد على الدفاع. صراحة كنت ممن قلت هذا الأمر، لأنه لو شاهدنا أسلوب قتال الملاكمين من قبل الكل سيحكم بهذا الشكل، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان هو أن الأوكراني كان المبادر في الهجوم، شجاعة لا متناهية. جوشوا بنفسه تفاجأ من ذلك. منذ الجولة الأولى أوسيك دخل النزال وعينه تماما على إيذاء جوشوا بأكبر حجم. لكمات متتالية لم تترك لجوشوا فرصة لجس النبض، وإنما كل غلطة كان يفعلها جوشوا يلاقيها لكمة تصيب هدفها من أوسيك. هذا لم يقتصر على الجولة الأولى فقط، بل مع توالي الجولات لم يتغير الأمر. جوشوا في ورطة وأوسيك يتبع خطته المحكمة من أجل الإطاحة به. يلعب على احتمالين، يا إما الفوز بفارق النقاط يا إما الإطاحة بجوشوا بالضربة القاضية، وكان قد يحصل على ذلك منذ الجولة الثالثة. ومع توالي الجولات صراحة أوسيك أمتع وأقنع، تحركاته تلك كانت ذكية للغاية، يتحرك سواء على مستوى حركات الأرجل أو كذلك حركات الرأس، لا يدع رأسه في مكان واحد مما جعل جوشوا يضيع كل قوته. لكما جوشوا سواء الصاعدة أو تلك الأمامية التي كان يلكم بها بقوة جبارة كانت تمشي في الهواء هباء ولا يستفيد منها شيئا إلا ضياع قوته. نعم أضاع الكثير من القوة، ليس هو من فعلها وإنما أوسيك الذي أرغمه على ذلك بسبب ذكائه وتفوقه في تفادي اللكمات. المسألة أكبر من ذلك، كان يمكن للجماهير أن ترى اللكمات تصيب الهدف وجه جوشوا بالعرض البطيء. نعم يصيب وجه جوشوا ويجعل أرجله تتململ، وهذا يعني بأن جوشوا قد ارتبك سواء على مستوى الدماغ أو على مستوى جسمه بالكامل، يعني قوة لكمات أوسيك كانت مؤثرة للغاية على جوشوا. لم يترك له الفرصة حتى في أن يبقى بعيدا بعض الشيء، لأن الملاكمين طوال القامة يفضلون الابتعاد عن الملاكمين قصار القامة، وبما أن أوسيك أقصر من جوشوا إلا أن جوشوا لم يترك له الفرصة بسبب وحيد، هو أن أوسيك يقوم بتسديد لكمات جانبية عن بعد قوية للغاية. حينما تصيب جوشوا حتى على جسمه تؤلمه كثيرا، لذلك فضل أن يغامر بحسب طلب مدربه وأن يبقى مقتربا من أوسيك، ويبدو أن كل خطط فريق جوشوا باءت بالفشل حتى نهاية الجولات لا تغيير تماما. أوسيك سواء على المستوى البدني أو التقني مستعد بنسبة 100%، استعد لهذا النزال
كما ينبغي. قرأ جوشوا جيدا وطور من مهاراته أكثر. نعم هذا الملاكم يتطور كثيرا نزالا بعد نزال. كما يعلم متابعي LCS TV أخوكم أمين يحب كثيرا جوشوا، أنا من أكبر عشاقه أعترف بذلك. هناك من سيقول لا يجب ألا تكون منحازا أو تتكلم بدون انحياز ولا تقول أن هذا ملاكم مفضل، بل يجب أن تتكلم بمهنية واحترافية. أجيبكم أنه أنا قبل أن أكون أحلل أو أتكلم عن أخبار الرياضات القتالية فأنا محب للمقاتلين، كذلك بيج فان للكومبات سبورتس، يعني لدي مقاتلين أحبهم. واعترفت كم مرة بأن جوشوا من أكثر الملاكمين الذين يعجبونني وأشجعهم بقوة. وللأسف حتى في المقطع التقرير السابق عن النزال تكلمت بشيء من العاطفة، نعم أعترف بذلك، أحب جوشوا كثيرا، لذلك لم أقلل من قيمة أوسيك، لأنه صراحة هاته لا تعتبر مفاجأة كبيرة، لأن أوسيك كان ملاكما مسيطرا في وزن الكروزر وقد دمر ملاكمين أقوياء جدا. وأظن أن ما حصل عليه أوسيك في الفترة الحالية هو نتيجة عمل جاد وبالفعل وصل لمبتغاه. في نهاية الجولات بالضبط الجولة 12 أوسيك كان قريبا من الإطاحة بجوشوا بالضربة القاضية، لكنه لم ينجح في ذلك إلا أنه قام بإيذاء جوشوا كثيرا. بعد نهاية النزال تم الإعلان عن فوز أوسيك بقرار إجماع الحكام، وبذلك سألوه عن خصمه القادم هل سيقوم بنزال آخر ضد جوشوا. أجاب أنه لا يهمه ذلك، ما يهمه فقط هو قضاء وقت ممتع مع أولاده وكذلك زوجته وعائلته، يعني لا يريد التحدث عن هذا الأمر تماما. وصراحة أرى أن أمامه اختيارين، يا إما عليه انتظار الفائز بين فيوري ووايلدر أو إجراء نزال ثاني ضد جوشوا. في كلا الحالتين أوسيك وصل لمرحلة يمكنه تحقيق أموال ضخمة. إذن جوشوا يخسر جميع ألقابه والآن هي بحوزات الأوكراني ألكسندر أوسيك. أوكرانيا بلد الأبطال، فازيلي لوماشينكو، الأخوين كليتشكو، والقائمة طويلة جدا. المدرسة الأوكرانية في الملاكمة تعتبر مرجع ومدرسة قوية جدا، أنتجت وستنتج العديد من الأبطال مستقبلا. أوكرانيا لن تنام فرحا الليلة. لمن فاته النزال وأراد مشاهدة الإعادة سأترك الإعادة في أول تعليق وكذلك في صندوق الوصف، ادخلوا سأترك لكم مسجلا كاملا على موقعنا lcsfight.com. قبل نهاية المقطع فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر ويراه عدد أكبر من محبي الملاكمة. ما رأيكم فيما وقع؟ أجيبوني من خلال التعليقات. كان معكم أمين، إلى اللقاء.